بكم في الدروس الإلكترونية لمدارس السندباد الأهلية، مادة اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي، المحاضرة 15، موضوع لليوم المحادثة والتعبير الكتابي، ضيوف أبي، صفحة 95. بالبداية حبايبي، من العنوان مال تعبير مالتنا يتبين أنه هالموضوع ده يتكلم عن مجموعة من الضيوف يزورون بابا، فرح نشوف في التعبير شلون ممكن نتعامل وياهم وشنو ممكن نسوي. راح نقرأ التعبير مالتنا بالبداية بدون ترتيب حتى نتمكن من ترتيبه بالشكل الصحيح. إذا زار أبي ضيوف في بيتنا أقف بجواره، وبعد أن يسلم عليهم أتقدم وأصافحهم وأحييهم قائلا: أهلا وسهلا، سرتنا زيارتكم. ثم أكون قريبا من أبي، فكلما طلب شيئا أحضرته، وبعد أن يتناول الطعام أو الشراب أجمع الأواني وأعيدها إلى المطبخ. وإذا أراد الضيوف الانصراف وقفت بجوار أبي مودعا متمنيا لهم السلامة، وحين يجلسون في غرفة الاستقبال أذهب لإحضار ما أعددنا لهم من شراب أو طعام. طيب، بالبداية من يجينا ضيوف للبيت أول شيء نسويه نسلم عليهم ونصافحهم ونقول لهم أهلا وسهلا، إحنا سعيدين بزيارتكم. بعدين نرشدهم للمكان اللي راح يجلسون به كغرفة الاستقبال. بعدين نحضر لهم ما أعددنا لهم من شراب وطعام ونقدمه لهم، ونكون قريبين من بابا أو ماما حتى من يريدون شيء إحنا رأسا نروح نجيبه. وبعدين نطلب من الضيوف مالتنا إنه يتناول الطعام مالتهم أو الشراب، وبعد ما يكملون تناول الطعام والشراب نجمع الأواني ونعيدها إلى المطبخ. وبعد قبل الانصراف إذا أراد الضيوف الانصراف نقف بجانب ماما أو بابا نودعهم ونتمنى لهم السلامة. إذا أنا ترتيب التعبير مالتي راح يكون كالآتي: إنه النقطة الأولى عندي إذا زار أبي ضيوف في بيتنا أقف بجواره، وبعد أن يسلم عليهم أتقدم وأصافحهم وأحييهم قائلا: أهلا وسهلا، سرتنا زيارتكم. طيب، بعدين إيش راح أسوي؟ النقطة الثانية: وحين يجلسون في غرفة الاستقبال أذهب لإحضار ما أعددنا لهم من شراب وطعام. بعدين: ثم أكون قريبا من أبي، فكلما طلب شيئا أحضرته. وراها: وبعد أن يتناولوا الطعام أو الشراب أجمع الأواني وأعيدها إلى المطبخ. انتهت عندي النقطة الرابعة. أخير شيء: وإذا أراد الضيوف الانصراف وقفت بجوار أبي مودعا متمنيا لهم السلامة. إذن التعبير مالتي رح يكون مرتب كالآتي: 1 3 4 5 2. طيب، هسه أنا كاتبتكم هنا التعبير على مود يكون أنتوا تستذكرون شلون كنا نكتب التعبير الكتابي. بالبداية راح نكتب العنوان، بعدها راح أترك مسافة كلمة واحدة في السطر الأول وأبدي بكتابة التعبير مالتي من دون ما أترك أي سطر فارغ، وألتزم بوضع النقاط والفوارز. فراح نقرأ بعد ما رتبنا: إذا زار أبي ضيوف في بيتنا أقف بجواره، وبعد أن يسلم عليهم أتقدم وأصافحهم وأحييهم قائلا: أهلا وسهلا، سرتنا زيارتكم. وحين يجلسون في غرفة الاستقبال أذهب لإحضار ما أعددنا لهم من شراب أو طعام، ثم أكون قريبا من أبي، فكلما طلب شيئا أحضرته، وبعد أن يتناول الطعام أو الشراب أجمع الأواني وأعيدها إلى المطبخ. وإذا أراد الضيوف الانصراف وقفت بجوار أبي مودعا متمنيا لهم السلامة. حبايبي، هذا التعبير الكتابي راح تكتبوه بدفتر المسودة وليس دفتر القراءة، بخط واضح جميل، وإن شاء الله تحاولون تحفظوه على مود يكون عندكم سهل إن شاء الله. شكرا جزيلا.